تكون الوكيل متبعتي إذا مع سعيد حنتوش. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا مستمعين الكرام وين ما كنتم من خلال هذا البرنامج، برنامج طبابة على إذاعتكم إذاعة ألف ألف، الإذاعة السعودية الأولى. الخميس الونيس إن شاء الله حلقة ممتعة ثرية نناقش فيها موضوع أيضا من المواضيع المهمة في الطب، وإن شاء الله بإذن الله أنه نقدم لكم كل ما هو مفيد. وطبعا نرحب بجميع استفساراتكم وأسئلتكم عن موضوع حلقتنا اليوم اللي هو طبعا حنتحدث فيه عن جراحة الأوعية الدموية وبعض أشهر الأمراض في هذا التخصص من التخصصات الطبية، فمرحبا فيكم. خلونا نرحب بضيف هذه الحلقة اللي أكيد حيث لحلقتنا إن شاء الله اليوم، سعادة الدكتور عمر عبد القادر عبد الرحيم استشاري جراحة الأوعية الدموية. دكتور عمر حياك الله معانا، سعيد جدا بتواجدك. الله حييك استاذ سعيد، مساء الخير وشكرا على الاستضافة، وان شاء الله اكون ضيف خفيف على البرنامج وعلى المستمعين، ونريد ان نقدم مادة مفيدة. اكيد دكتور احنا اللي نشكرك انه اتحت لنا من وقتك الثمين عشان تثري حلقتنا اليوم ان شاء الله. وفي نقاشي مع الدكتور اخترنا ثلاثة من أشهر الأمراض، وإن شاء الله بإذن الله أنه نقدم فيها معلومات مهمة. اخترنا طبعا الأمراض التالية: دوالي الأوردة وتصلب الشرايين الطرفية وتمدد شريان الأبهر. فحنتحدث إن شاء الله عن هذه الثلاثة الأمراض، إيش أسبابها، إيش أعراضها، كيف نقدر نشخصها وكيف نقدر نعالجها، وأخيرا كيف نقدر نوقي أنفسنا بحيث أنه ما تجينا بحول الله وقوته. إذا كان عندك سؤال في دوالي الأوردة أو تصلب الشرايين الطرفية أو تمدد شريان الأبهر أو حتى في جراحة الأوعية الدموية بصفة عامة، تقدر تطرح سؤالك على ضيفنا الكريم سعادة الدكتور عمر عبد القادر عبد الرحيم على أرقام الهواتف المباشرة التالية: الأول 011-21-78-585، أما الرقم الثاني فهو 012-61-61-100. وتقدر طبعا تطرح سؤالك كتابيا عن طريق واتس أب 055-66-89-001. ما يمنع كمان أنه أنت تطرح سؤالك عن طريق ألف ألف FM في تويتر وإنستغرام من خلال منشن أو في آخر تغريدة، اطرح سؤالك إن شاء الله حنقرأه على سعادة الدكتور وهو حيجاوبك. طيب دكتور، نبغى نبدأ معاك دوالي الأوردة، نبغى نعرف دكتور أول حاجة إيش هو هذا المرض؟ نعم، حقيقة دوالي الأوردة يعني من المرض الشائع جدا، أكثر شيء يصيب النساء. هو عبارة عن مرض يصيب الأوردة السطحية وليست العميقة، يعني أحيانا في بعض الناس يختلط عليه الأوردة السطحية والعميقة ويقول أنا خايف أن يكون عندي جلطة في الوريد أو الدوالي، والجلطات عادة في الدوالي ما تخوف لأنها هي أوردة سطحية. إيش تحصل ببساطة؟ هي الأوردة السطحية وظيفة الأوردة عموما أنه تنقل الدم وتحمل الدم من الأطراف إلى القلب، فأحيانا يحصل إيش إصابة في الصمامات لأن الدم يمشي عكس الاتجاه يمشي إلى القلب، ففي الأوردة عادة في صمامات تحصل إصابة في هذه الصمامات ويحصل ارتجاع في الدم، وبالتالي تحصل إيش إنه في تفرعات من هذه الأوردة الرئيسية أو الوريد السطح الرئيسي، يحصل فيه تضخم وانتفاخ يعني ارتفاع في الضغط داخل الوريد، وبالتالي تدريجيا يحصل آلام، يحصل تغيرات في لون الجلد، يحصل تقرحات في الأقدام، وهذه تكون المرحلة الأخيرة من المرض يعني. فأسبابه هي قد يكون سبب أولي يعني يكون وراثية عند بعض الأسر تكون موجودة، أو أسباب ثانوية إذا حصلت تجلطات في الأوردة العميقة الآن قد تؤثر على الأوردة السطحية وهذه تكون مشكلة. جميل.
طيب دكتور، هل مثلا لا سمح الله إذا تواجد هذا المرض دوالي الأوردة، هل من ممكن يكون في مضاعفات مثلا؟ إيه، هو أنا دائما أكلم المرضى إنه الدوالي هي مرض حميد وليست مرض خبيث. بشكل عام يعني مش مرض يخوف. أكثر شيء ممكن يحصل أو أسوأ شيء ممكن يحصل إنه هو يحصل تقرحات في الأقدام، في الساقين، في منطقة أعلى الكاحل، وهذه حصل تقرحات علاجها تكون صعب، يعني يحتاج إلى فترة طويلة من العلاج، يحتاج إلى نوع معين من العلاج والغيار للجرح، هذه هي تكون يمكن أسوأ شيء في هذا المرض. خلاف كده ممكن تحصل تغيرات في لون الجلد، وهذا التغيرات يعني يحصل لون الجلد يصير لونه برونز أو برا، يعني لونه بني شوية داكن، وهذه التغيرات إذا حصلت بتكون زي الصبغة، يعني خلاص تكون ترمى يعني دائمة، ما تتعالج حتى بعد العملية ما تتعالج. عشان كده إحنا ننصح المرضى إنه تسيك يعني يجوا للطبيب قبل ما تحصل هذه المضاعفات. أكيد. ممتاز. طيب دكتور، هل في مثلا أعراض واضحة معينة أعرف أن والله بدأت هذه المشكلة بالظهور مثلا فأجي أشخص عند الدكتور؟ إيه نعم، هو أغلب الناس بيكون عندهم الشيء واضح أنه في تمدد في الأوردة السطحية وشكلها يكون شوية مش جميل، وأغلب النساء يعني يشتكوا من هذا الشيء من ناحية كوزماتيك، من ناحية تجميلية. أنه في تمدد في الشرايين وفي رجول الوضع شوية مختلف والأمور فاءت شوية، وصار في الشرايين منتشرة، الأوردة منتشرة في متمددة في كثرة في الرجول، وصارت واضحة في الأقدام أو في أعلى الفخذ أحيانا. هذه أول الأعراض. الأعراض الثانية أنه يكون في ألم، وإحنا هنا مهم جدا أنه نفرق بين الألم الناتج من الدوالي ومن الأمراض الأخرى، هذا مهم جدا، لأنه الألم في الساقين ممكن يكون من الأعصاب أو ممكن يكون من نقص الدروة الدموية أو تصلب الشرايين اللي حنتكلم عنه، لأنه ألم الدوالي عادة بيكون ألم خفيف كرامب، يعني شوية تقلصات في العضلات زي لما تكون عندك في تدريب أو رياضة شوية ويحصل لك شوية آلام في العضلات، هي عادة بتكون آلام خفيفة، بتكون عادة في نهاية اليوم، يعني لما تكون شغال مثلا واقف على رجولك طول اليوم، على نهاية الدوام، على نهاية اليوم في الإيفنينج في المساء تبدأ تحس بهذه شوية آلام أو تقلصات في العضلات. المريض عادة اللي يجي يقول لي والله عندي آلام قوية ما أقدر أنوم، هذه مش معناها مش من الدوالي، هذه معناها نفكر في أشياء ثانية، إما في الأعصاب أو في تصلب الشرايين ونقص الدروة الدموية. بس عادة يعني ألمها خفيف، أغلب الناس يجوا علشان الشكل بيكون واضح إنه في تمدد في الأوردة وشكلها يكون شوية مش مقبول. طيب دكتور، بالنسبة للإجراءات التشخيصية اللي بيسويها الطبيب المختص، إيش هي الإجراءات اللي بيسويها؟ هل في مثلا جهاز معين بيتم التشخيص من خلاله مثلا للتعرف على نوعية المشكلة؟ أي نعم، هو أول شيء في التشخيص هو الكشف السريري. إنه أكشف على المريض، أشوف فين أي نوع من الوريد، في أي مكان في الجسم، في الرجل، في القدم، في أي مكان، إيش هذا الوريد، هو سبب المشكلة. والشيء الثاني دائما أنا بعمل اللي هو السونار أو الموجات الصوتية، هذه بتورينا الأوردة العميقة أول شيء إنه ما فيها مشكلة، ما فيها تجلطات، وبتورينا إنه الوريد السطحي الرئيسي اللي هو بسبب الدوالي إذا في ارتجاع بيورينا حجم الوريد، لأنه عادة الوريد المفترض بالكثير يكون حجم 3 إلى 4 مليمتر، لما يكون منتفخ أو صار حجمه مثلا 5-6-7-8 مليمتر مثلا، هذا معناه في ارتجاع وفي ارتفاع في الضغط، هذه كلها بتورينا لها أجهزة السونار أو الموجات الصوتية، وهذا يكون يورينا التشخيص بدقة يعني. ممتاز، جميل جدا. طيب قبل ما نخرج الفاصل أبغى أذكر بموضوع الأرقام، بحيث أن كل الأشخاص اللي عندهم تساؤلات استفسارات فيما يتعلق بعنوان حلقتنا يقدروا يطرحوا سؤالهم واستفسارهم على سعادة الدكتور عمر عبد القادر عبد الرحيم استشاري الأوعية الدموية بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر. طيب أرقام الاتصال، الهواتف المباشرة، الهاتف الأول 011-21-78-585، الرقم الثاني 012-61-61-100. أما بالنسبة لتطبيق الواتس أب أيضا من خلاله تقدر تطرح سؤالك كتابيا 055-66-89-001.
تويتر وإنستغرام أيضا من خلاله تقدر تطرح سؤالك at @ألف ألف FM وبالمرة طبعا تسوي لنا فولو عشان تتابع كل مستجدات الإذاعة وكل ما يتعلق بآخر الأخبار وآخر الأمور المتعلقة بالإذاعة. الآن مستمعي الكرام موعد الفاصل الأول في هذه الحلقة، خلونا نطلع فاصلنا وأكيد راجعين إن شاء الله نكمل حديثنا أكثر عن أشهر الأمراض فيما يتعلق بجراحة الأوعية الدموية. فاصل قصير ونرجع للاستكمال، خلوكم معنا. يا هلا بكم مستمعينا الكرام، رجعنا لكم، انا اخوكم سعيد حنتوش مقدم برنامج طبابه وضيف اليوم سعاده الدكتور عمر عبد القادر عبد الرحيم استشاري جراحه الاوعيه الدمويه بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر. دكتور عمر حياك الله معنا من جديد. الله يحييك. مرحبا بك دكتور، واكيد نرحب بجميع المستمعين الكرام اللي انضموا لنا الان. زي ما ذكرنا مستمعي الكرام احنا الان في برنامج طبابه نتحدث عن اشهر الامراض الخاصه بجراحه الاوعيه الدمويه. ذكرنا طبعا في بدايه الحلقه دوالي الاورده وتحدثنا عن اسبابها ومضاعفاتها وتشخيصها. الان دكتور ننتقل لنقطه العلاج، كيف من الممكن انه احنا نعالج دوالي الاورده؟ اولا العلاج ينقسم الى قسمين، اول شيء العلاج التحفظي اللي هو في اشياء معينه ممكن المريض يساعد نفسه يمنع حدوث المضاعفات، اللي هي عادة الرياضة مهمة جدا جدا لأنه العضلات تعمل كمضخة، يعني تساعد في ضخ الدم. إحنا قلنا في مشكلة في صمامات الأوردة، فالحركة والرياضة بتخلي تكون في تقلصات في العضلات تساعد على حركة الدم، تسهل حركة الدم وما يحصل ارتجاع. الشيء الثاني هو دائما بنصح المريض قبل العملية إنه يلبس الجوارب الضاغطة، في نوع معين من هذه الجوارب والشرابات هذه يلبسها تكون ضغطة ضغطة. بعض المرضى يشتكوا يقولوا انه هي ضغطة مرة على رجولهم، بس هي هذا هدف منها انها تنقطع على الاوردة علشان تساعد في انتقال ومرور الدم. هذه العلاقة الحفظية لا تعالج المرض ابدا، هي تمنع حدوث المضاعفات. اما اذا حصلت اصابة وحصل دواني فهو العلاج الناجع هو العمليات. وانا اعرف المرضى يخافوا من كلمة عملية، بس هي الان عمليات الدوالي تجرى في العيادة الخارجية بدون اي بنج كامل ببنج موضعي، يعني المريض يجي خلال ساعة بالكثير بيكون تمت العملية أو نص ساعة ويكون راح البيت. لأنه الآن العمليات صارت، إحنا صرنا نتجنب العمليات الفتح، صرنا نعمل عمليات القسطرة، في القسطرة الحرارية، في الليزر، والآن هنا عندنا في المستشفى اللي هو التكنولوجي الجديد الحادث هي الحاصل هو الجلو اللي هو الصمغ الطبي، بنحقنه في هذه الدواني في الوريد الرئيسي اللي عامل المشكلة، وهذا يكفل الوريد تماما ويكون خلاص ما في مشكلة ارتجاع في الوريد. والدورة الدموية أو الأوردة العميقة هي الآن تتحمل الحمل نقل الدم إلى القلب. فهذا باختصار هي العملية الجراحية أو البروسيجر البسيطة، هي ما نحن نسميها عملية صغيرة تجرى في العيادة وما تستغرق أكثر من 45 دقيقة 45 دقيقة، وببنج موضعي، يعني المريض بيجي في نفس اليوم وتطلع على طول يعني. ممتاز، إذن هذا ما يتعلق بالعلاج. وبصفة عامة كأنك يا دكتور تقول إنه هذه المشكلة إن شاء الله ما هي مشكلة خطيرة، هي مشكلة إن شاء الله بسيطة. صحيح، نعم، هي مرض، إحنا دائما نتكلم المرض إن هي مرض حميد، ما في مشاكل كبيرة منه يعني. ممتاز جدا. طيب دكتور، بالنسبة للأشخاص اللي زي ما ذكرت إنه أحيانا بيكون الوراثة لها علاقة بظهور هذا المرض، فكيف من الممكن إنه هو يوقي نفسه من هذا المرض؟ والله ما في شيء معين يقدر يعمله المريض للأسف. بس عموما التجنب، مثلا إذا أنت طبيعة عملك تتطلب أنك تكون واقف فترة طويلة، مثلا كشخص مثلا في العمليات الجراحية ممكن تأخذ 5-6-7 ساعات، الأفضل أنه مثلا أكون لابس شراب الضغط هذا أو الجوارب الضغط يعني كحماية لي عشان ما تحصل لمضاعفات. والرياضة، هذه الأشياء المهمة اللي ممكن تقلل حدوثها أو تمنع المضاعفات اللي ممكن تحصل من الدوال. ممتاز. طيب الآن ننتقل دكتور لمرض تصلب الشرايين الطرفية، فودنا نتعرف أول حاجة إيش فكرة هذا المرض وفين بيحدث وكيفية حدوثه؟ نعم، تصلب الشرايين الطرفية، هنا كنا تكلمنا عن الدوالي إنه هي مرض حميد، هنا حقيقة
صلب الشرايين هو مرض خطير وخطير جدا يعني. لأنه بيحصل طبيعة الشرايين هو يصيب الشرايين وليس الأوردة. الشرايين الجدار الشريان الداخلي عادي بيكون سموث وناعم ما في مشكلة، ولكن لأسباب كثيرة ممكن يحصل مرض أو تقرحات وتكلسات وترسبات دهنية في هذه الشرايين، وبالتالي يؤدي إلى ضيق المجرى الدموي في هذه في أي منطقة في الجسم. ممكن في الغالب هو يصيب الأطراف السفلية من 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 البطن مثلا، من الأظهر تفرع الأظهر وإلى الساقين والقدمين. هذا مرض منتشر حقيقة في الغرب وهنا في المملكة العربية السعودية وفي منطقة الشرق الأوسط عموما يعني. طيب بالنسبة دكتور للأسباب الخاصة فيه، أهم سبب حقيقة وأنا يعني هنا أكلم المستمعين إن شاء الله ربنا يعطيهم الصحة والعافية يا رب، التدخين هذه أهم مشكلة تصيب وتسبب تصلب الشرايين، لأنه يحصل إصابة داخل يسبب إصابة داخل الشرايين ويؤدي إلى هذه النتائج. السبب الثاني هو مرض السكري، ونحن نعرف منطقة الخليج العربي والمملكة العربية السعودية تحديدا فيها أعلى معدل إصابة بمرض السكري في العالم. هذه حقيقة وواقع يجب أن نتعايش معه. فالكنترول السكري مرض السكري إنه انضباط في الأكل في الأدوية وإنه معدل السكري يكون منتظم، هذه أهم شيء علشان ما يصيب الشرايين أو يصيب المريض بتصلب الشرايين الطرفية. وحقيقة في مرض السكري للأسف تصلب الشرايين بيكون نوع قاسي جدا لأنه يصيب الشرايين الصغيرة، نتكلم عن شرايين تحت الركبة يمكن يكون حجمها 2-3 مليمتر، هذا لما تتصلب مشكلة كبيرة بالنسبة للجراح بالنسبة للمريض يعني كعلاج وكأعراض. فالانتظام سكري أخذ الأدوية ووقف التدخين لأن هذه الاثنين أكبر الأسباب اللي تسبب هذا المرض. جميل، يعني أنت دكتور كأنك كذا تحدثت عن مشكلة كبيرة جدا موجودة في المملكة العربية السعودية، ومن هذا المنبر أكيد نوجه رسالة لكل أشخاص أنه ثلاث أشياء وثلاثة أمور للأسف بتسبب غالبية الأمراض اللي في أجسامنا، خاصة نتكلم في الشرق الأوسط وفي المملكة العربية السعودية بالتحديد. أول حاجة طبعا التدخين هو الرقم واحد، يعتبر للأسف كثير من الأشخاص بيتهاونوا في موضوع التدخين. التدخين بيسبب أمراض كثيرة جدا لا تعد يعني وتحصى، لكن أكيد تجنبه حيوقيك. وقرأت يعني بعض الدراسات أنه تشير إلى أنه إذا تركت الدخان بإذن الله أنه أعضائك الحيوية ترجع تتجدد وتصير تعمل بإذن الله بشكل أفضل كما كانت في قبل التدخين. الشيء الثاني السمنة، أيضا الأكل إحنا الحمد لله عايشين في نعم، لكن برضو إحنا لازم نوزن أكلنا ورياضتنا، فهذا شيء أيضا من الأشياء المهمة اللي لازم نركز عليها. والشيء الثالث اللي أيضا بنتهاون فيه موضوع السكريات، والسكريات للأسف بنتناولها بشكل يومي وكميات كبيرة جدا، هذه الكميات بعد مرور سنين من تناولنا لها للأسف حتسبب لنا أمراض غير مدركين لها. فنحذر من هذه الثلاث المشاكل. أنا واثق جدا إذا حرصت على تجنب هذه الثلاث المشاكل بحول الله وقوته راح تكون زي ما نقول يعني في الطريق السليم، وحتعيش حياتك بأفضل طريقة ممكنة. ممتاز دكتور، بالنسبة لتصلب الشرايين الطرفية هل من الممكن أنه يتطور هذا المرض مثلا ويؤدي إلى الوفاة؟ خلينا نقول نعم. أول شيء الأعراض بتبدأ، إحنا نتكلم عن الأعراض لأنه هذا صلب الشريان يعتمد على فين القفل الشريان ودرجة قفل الشريان. فأول الأعراض بتكون في أغلب المرضى إنه لما يمشي أي مشوار على حسب المسافة اللي يمشيها تختلف من مريض لثاني، يحصل عنده ألم قوي في المنطقة العضلية، إما في عادة العضل خلف الساق، ويضطر إنه المريض يوقف ما يقدر يمشي لأنه الألم بيكون قوي جدا. وأغلب المرضى للأسف هم طبعا الرياضة هي المفروض تكون ثقافة، بس أغلب المرضى بيعطيك هذه الأعراض لما يقول لك لما أروح في الشوبينج في السوق مثلا، أو لما أكون رايح للمسجد مثلا ما أقدر أوصل إلى المسجد، أو الشوبينج خلي الأسرة هم العيال هم اللي يعملوا الشوبينج وأنا أكون جالس في السيارة ما أقدر أمشي.
فهذه أول شيء. هذه قد تتطور تدريجيا من إنه يجيله الألم وهو ماشي إلى إنه يجيله الألم وهو جالس نايم بالليل، يكون عنده ألم في أطرافه في الأصابع أكثر شيء، وتدريجيا يمشي للمرحلة الأسوأ منها إنه يبدأ إيش تقرحات وغرغرينة أو اللي هو مواتح بنسميه أو لون أسود يصير في الأصبع في الأصابع في تلك الأصابع. والغرغرينة هذه هي هنا بيت القصيد، لأنه هي المرحلة المتأخرة جدا في تصلب الشرايين، وهذه قد تؤدي بعد كده نسبة الوفيات تكون أعلى، ونسبة الأعلى هي نسبة بكر الساق من تحت الركبة أو الأصبع أو فوق الركبة. فهذه هي المشكلة الحقيقية، إنه لو وصل لهذه المرحلة مرحلة الغرغرينة، لأنها مرحلة لحد كبير لا عودة وتحتاج تدخل جراحي ما في شك في هذا الموضوع. الله يكفينا الشر دكتور. استاذنك الآن نطلع فاصلنا، بس قبل الفاصل أكيد أبذكر بأرقام التواصل لتحت الفرصة لكل المستمعين لطرح أسئلتهم. الهاتف الأول 011-21-78-585، الرقم الثاني 012-61-61-100. طيب، وكمان تطبيق الواتس أب تقدر من خلاله تطرح سؤالك كتابيا 055-66-89-001. طبعا أنا قلت كتابيا عشان لا ترسل رسالة صوتية، لأنه ما أقدر أقرأ ما أقدر أسمعها على الهواء مباشرة، فأكيد أفضل أنه تكتبها كتابيا عشان أقدر أطرحها بشكل مباشر على سعاد دكتور وتحصل على الإجابة المثالية الخاصة بسؤالك. الآن حنترككم دقائق معدودة نطلع فيها فاصل ناخذ نفس، وأكيد حنرجع إن شاء الله نواصل معاكم أكثر وأكثر ونستفيد مع سعاد دكتور عمر عبد القادر عبد الرحيم استشاري جراحة الأوعية الدموية، ونتحدث عن تصلب الشرايين الطرفية العلاج، وأيضا تمدد شريان الأبهر وإيش فكرة هذا المرض وكيف نقدر نتعرف عليه بشكل أكبر. فاصل قصير ونرجع نكمل، خليكم معنا. أهلا وسهلا فيكم مستمعين الكرام، رجعنا لكم من جديد في برنامج طبابة. حلقتنا اليوم عن الأمراض التالية: دوالي الأوردة تحدثنا عنها وفصلناها، وتصلب الشرايين الطرفية أيضا تحدثنا عنها، وصلنا لنقطة العلاج، وأيضا سنتحدث عن تمدد شريان الأبهر. لكن خلونا نواصل أكثر عن تصلب الشرايين الطرفية. دكتور رحب فيك من جديد، خلينا الآن دكتور نتكلم عن العلاج الخاص بتصلب الشرايين الطرفية. ذكرنا أنه في مراحل لهذا المرض، فودنا كذا نتحدث عن العلاج وكيف نقدر نتخلص من هذه المشكلة. نعم، العلاج زي ما يقولوا يعني الوقاية خير من العلاج. يعني دائما المرضى إحنا بنصحهم أول ما يجي أول شيء إنه وقف التدخين والرياضة. إحنا دائما بنقول المرضى حتى في الخارج stop smoking and keep walking، وقف التدخين وتريض. هذه دائما أنا ما أبدأ أي قرار لاتخاذ جراحة لأي مريض عنده تصلب شرايين ما لم يأتي إلى في مرحلة متأخرة زي ما أنا تكلمت. لكن لما يجيني وأنه عنده ألم لما يمشي، دائما ما بتخذ القرار أنه أعمل عملية ما لم أعطي المريض فرصة أنه يوقف التدخين ويبدأ يتريق. 50% من هذول المرضى بيجون العيادة بعد 3-4 شهور يقولوا والله يا دكتور بدل ما كنا نمشي 200-300 متر كنا نمشي كيلو تقريبا أو 700 متر أو 800 متر. هذا معناه هو ماشي في الاتجاه السليم وما يحتاج أن أنا أدخل جراحيا، وأقول خلاص وقف التدخين وواصل في الرياضة يوميا لمدة ساعة، تحس بالألم لا توقف، خليك ماشي إلى ما الألم يقوى مرة، بعدين وقف وبعدين تاني يمشي ساعة في اليوم يوميا خلال الأسبوع، بالإضافة إلى بعض الأدوية نعطي الأسبرين ونعطي حبوب الكوليسترول الاستاتين. هذه بتساعد في سيولة الدم وتساعد في أنه المريض يتحسن حاسه يتحسن. هذه أهم خطوة في العلاج هي الوقاية وأنه إيقاف التدخين والرياضة. ممتاز. أما بالنسبة للتدخل الجراحي هنا، أغلب هذه الأمراض الآن صرنا الآن نتحول من عمليات الفتح والتحويل الشرياني إلى عمليات القسطرة، وإحنا نصور المريض أول شيء نعرف فين القفل، طول القفل في رجله، في الشريان الأبهر نفسه، في منطقة شرايين الحوض، ولما نعرف المكان بعدين نقرر هل هذا القفل ممكن إحنا نعالجه عن طريق القسطرة.
وهذه عملية بسيطة ببنج موضع ممكن تتعمل، وندخل في الشريان ونحاول نفتحه عن طريق البالون أو نحط دعامة، نركب دعامة ويواصل في نفس الأدوية وفي الحركة. إن شاء الله هذه قد تكفي أغلب المرضى إلى حين، بالذات إذا وقف التدخين ممكن تستمر لفترة طويلة من غير أي تدخل جراحي الآن. في حال فشل هذه الطريقة أو إذا لقينا أنه والله القفل هذا طويل جدا وفي منطقة حساسة جدا، معناها الخيار الثاني هو أنه نعمل تحويلة شريانية to bypass يعني منطقة القفل هذه من شريان أعلى القفل إلى شريان بعد القفل، وهذه يعتمد على مكان فين التحويلة. كل ما إلى منطقة القفل مثلا في أعلى الفخذ أو في البطن في منطقة الحوض أو الأورطة أو الأبهر، كل ما كانت النتائج ممتازة والتحويل الشريانية ممكن تشتغل لفترة طويلة يعني من غير أي مشاكل. ممتاز. طيب دكتور، على طاري الأبهر في سؤال هنا بس ما أعرف إذا هل بإمكان يعني دكتور هل هو من تخصصك بإمكانك الإجابة عنه؟ أنا أطرح السؤال ونشوف. الأخ السائل طبعا يسأل دكتور يقول بخصوص علاج الأبهر، طق الأبهر هل هو صحيح؟ أحيانا لما أصحى النوم نحس اليد ما نحس في اليد خاصة في أوقات البرد. هو دائما فترة النوم احنا يعني ممكن الشخص ينوم على يده مثلا وهنا يضغط على منطقة الشريان اللي يغذي الذراع الايمن او الايسر، وهنا انت تحس بايش، انه في تنميل او عدم احساس بهذا العضو. هذا شيء طبيعي من انك انت ضغطت ووقفت التروية الدموية لليد مثلا، وهذا ناتج عن بصمه، هذا ميكانيكال، هذا بس من انك انت نمت عليها مثلا. في اسباب اخرى اللي هي متلازمه مخرج الصدر، انه يحصل في المنطقه اللي هي الشرايين هذا داخله من طالعه من الصدر وماشي على الاطراف العلويه، يكون في ضيق في هذه المنطقه، اما يكون عندك ضلعه زايده أو الضلع الأولى في الصدر تعمل ضغط على منطقة الترقوة هنا في هذه المنطقة. وإذا حصل بالذات في يكون في الشباب عادة إذا عمل أي رياضة أو رفع يد فوق مثلا أو أثناء الشاور يعني الاستحمام يغسل رأسه ويقول والله أنا ما أقدر، لا يحصل لي ألم ويحصل لي مواس يد ما أحس في يدي وأضطر أنزل يدي، هذه حقيقة تستدعي تدخل جراحي إذا حصل شيء هذا وتحتاج إلى عملية في العادة. بس هو لازم نعرف انه من الاخ السائل انه نعرف ايش هي الاعراض ببعض التفاصيل، يا ريت لو كان في تفاصيل كان ممكن تكون اجابتي شافيه ووافيه. يعني هو ممكن ننصح بزياره اكيد مستشفى الدكتور سليمان الحبيب ويحصل ان شاء الله على التفاصيل يعني الحاله والعلاج. طيب دكتور، احنا عندنا مجموعه اتصالات ودنا كذا ناخذها، فعندنا اول واحد عمر، تفضل اخوي عمر. السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام. الدكتور كيف حالك؟ طيب الحمد لله. طيب الحقيقة أقول لك أنا عندي مشكلة في ال، عندي حصوة في ال في الحالب. نعم. تمام. حق الكلى. نعم. بس أقول لك مو مسويت لي ألم ولا شيء، ما في ألم. نعم. بس سويت ساعة قال لي في تضخم في الكلية، الألم ما في كذا يعني كيف ضر ولا ما ضر ولا؟ نعم. هذا أول شيء معلش أستاذ عمر، هذا التخصص منفصل، هذه للمسالك البولية وقفل المسالك البولية غير قفل الشرايين أو الأوردة. يعني ما لا هذا ما لي علاقة بتخصصي فما أقدر أفتيك فيه، فياريت تقدر تراجع استشاري مسالك بولية هو يقدر يعطيك الإجابة الكافية إن شاء الله. شكرا لك أخونا عمر. نأخذ الآن كمان أم محمد، تفضل يا أم محمد. أم محمد يا ليت تقفلي الراديو وتسمعين عن طريق التليفون، تفضلي. أيوة محمد قفلي الراديو لو سمحتي وتفضلي. أيوة السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أنا عندي أخويا جات جلطة أول وخرج معاه 5 سنين و6 سنين وبعدين راحت جابت له ضمور وعملك حاجة في الأوعية يعني الجلد عنده أبيض ما في زي الدم، إيش في علاج ولا ما في علاج؟ وعندي أختي عندها دوالي وخلف الرجل عند العرقوب لون كذا رمادي، هو اللون اللي ولا تقول أنت تقول لازم عملية، وش أسباب هي الدوالي هذه؟ لازم منها عملية؟ وأول شوف مشكلة أخوي حبيت الأوعية والضمور.
شكرا دكتور. يعطيك العافية محمد. تفضل دكتور. أم محمد بالنسبة لأخوك محمد ربنا يعطيه الصحة والعافية، الجلطة إذا كان سبب الجلطة هو ضيق في الشريان السباتي اللي في العنق هنا يعتمد على نوع الجلطة، لكن عادة إذا ناتج عن قفل أو حقيقة ضيق مش خفيف، ضيق في الشريان السباتي اللي في العنق اللي يغذي الدماغ، فهذا يحتاج لعملية مبدئية. في العادة احنا نقول لازم تدخل جراحي علشان ننظف الشريان في هذه المنطقة. إذا كان تقصد بالجلطة إنه حصلت جلطة وقفلت الشريان اللي غذى مثلا يده أو رجله، هذا تحتاج إلى فحوصات مثلا ونقدر نعرف إنه هل هذه الجلطة ممكن إزالتها، هل ممكن نعمل تدخل جراحي عن طريق القسطرة ولا لا. فيحتاج لنعرف الحال ونعرف كيف الجلطة حصلت والجلطة ناجعة عن إيش، هل جلطة دماغية مثلا أو هي جلطة في الطرف معين لأنه حصل قفل في الشريان. بس في الحالتين يحتاج إلى بعض الفحوصات، وزي ما قلت في الغالب هذه الأشياء تحتاج إلى تدخل جراحي على حسب الحالة. أما الدوالي زي ما إحنا شرحنا هذه تبدي زقاق، هذا عبارة عن الدوالي، هي اللون الوريد يكون لونه أزرق شوية، بعد شوية هذا يتطور تحصل حكة مثلا في هذا المنطقة وينتقل إلى إنه اللون البرونز أو اللون البني، فهذه تحتاج إلى مراجعة نعم. ويكون العلاج هو إما زي ما قلنا احنا عن طريق الصمغ الطبي او عن طريق الحقن برضو احيانا او السطحيه ممكن نحقنها برضو. ممتاز. طيب دكتور عندنا كمان سعد، تفضل اخوي سعد. السلام عليكم. عليكم السلام. وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. كيف حالك يا دكتور؟ مساكم الله بالخير حبيبي. مساك الله بالنور. اقول لك حبيبي انا يجيني عندي انا لما امشي اكثر من يعني 500 متر 200 متر يجيني ألم في الساق. كم عمرك سعد؟ أنا 43. نعم. تدخن أكيد. ألم في الساق ويجيني كيف حبيبي؟ تدخن يقول؟ أيوة أدخن هو. طيب يجيك ألم في الساق. إيش تسوي لما يجيك الألم في الساق؟ ها؟ إيش تعمل لما يجيك الألم في الساق؟ لا والله أنا ما أوقف أمشي أنا عادي. وبعدين الله يكرمك الشبشب غير الموت. يعني غير الجزمة الرياضية أو بوت أي بوت ما أقدر أمشي فيه، يعني لما أخذ الشبشب الله يكرمك مثلا شرقي أو أخذ لي أي شبشب ثاني أحس أنه يخرج من رجلي. أوكي. يعني ما أقدر مرة نهائيا أني أمشي فيه. ثاني حاجة طال عمرك أنا عندي تجيني حبوب سواء في الساق أو تجيني في الظهر على شكل إحمرار، بعدين تثير يخرج منها صديد، بعدين تثير شو اسمه زي المحجرة كده ويصير لونها ظل. طيب أستاذ سعد الأعراض اللي عندك بالذات أنا أركز على إنه موضوع إنك مع المشي يجيك ألم في السادها وأنت تدخن، هذه أعراض بالنسبة لي أكشف عليك وأشوف كيف الثروة الدموية للأطراف وكيف الشرايين حقتها، لأن هذه الأعراض تتماشى مع الأعراض اللي إحنا قلناها ووصفناها في الحلقة إنه هذه أعراض إنه تصلب الشرايين، فتحتاج إنه طبيب أوعية دموية يشوفك ويكشف على رجولك ويشوف كيف الثروة الدموية أو الشرايين اللي في رجولك، لأن هذه قد تحتاج إنه كعلاج أو نصائح. أول نصيحة أنا أقولها لك الآن لازم توقف التدخين أول شيء، وبعد كده لازم تشوف جراحة أوعية دموية عشان نقدر نحدد إيش المشكلة وكيفية العلاج ممكن نتناقش فيها. ممتاز. يعني خلينا نقول النصيحة أنه بادر على طول بترك التدخين وأخوي سعد، ونتمنى لك أكيد الصحة العافية، بس أهم شيء أنه أنت تبطل التدخين هذا رقم واحد، وبعدها على طول بتروح للدكتور وتشخص حالتك وإن شاء الله أمورك سليمة يا رب. والله يعطيك الصحة العافية جميع المستمعين والمستمعات الكريمات. الآن موعد فاصلنا الأخير، نطلع هذا فاصل أكيد راجعين إن شاء الله نواصل الجزء الأخير من برنامجنا، خلوكم معنا. يا أهلا بكم مستمعين الكرام، رجعنا لكم الجزء الأخير في برنامج طبابة مع سعد دكتور عمر عبد القادر عبد الرحيم استشاري جراحة الأوعية الدموية، حديثنا عن ثلاثة أمراض تحدثنا عنها
ده دوالي الأوعية الدموية، وأيضا تحدثنا عن تصلب الشرايين، وأيضا الآن حنتحدث عن تمدد شريان الأبهر. دكتور عرفنا على هذا المرض ويعني أبرز الأمور الخاصة فيه. أول شيء تمدد شريان الأبهر هو مرض خطير، وخطورته في أنه مرض صامت. في العادة المريض ما يشتكي من شيء، لما يبدأ يشتكي معناه وصل للمرحلة الأخيرة من المرض. هو إيش بيحصل؟ بيحصل ضعف في جدار الشريان، وبالتالي يتمدد تدريجيا، بياخد وقت يمكن سنوات علشان يتمدد. ونرجع ثاني ونقول إن السبب الرئيسي في هذا الشيء هو التدخين، يعني التدخين هو أول عامل يؤدي إلى هذا المرض. بعض الأسباب قد تكون وراثية، يعني أحيانا في بعض الأسر يكون في إذا واحد أنا المريض اللي جاني وعنده تمدد في الشريان في الأبهر، بقول له إذا عندك أخوك بالذات الذكور تحديدا لأنه منتشر في الذكور أكثر من الإناث، بقول له إذا عندك أخوك أكبر من العمر 60 سنة من 55-60 خليه يعمل مجاهد صوتية علشان نشوف هل عنده برضو، لأنه أنت عندك ممكن يكون هو عنده برضو. في بعض الأمراض متلازمة مارفان إذا الناس يمكن تسمع فيها، هو مرض وراثي جيني، وهذا بكون عندهم منتشر هذه الحالة اللي هي تمدد الشريان الأبهر. زي ما قلت إنه هو في العادة ما عنده أعراض، هذه المشكلة إنه يتمدد في صمت، وهي زي البالونة يعني تنتفخ بعدين تنفجر. احنا هنا بتتكلم عن أبهر اللي هو أكبر شريان في الجسم، هو اللي بنقل الدم من القلب إلى كل أعضاء الجسم. هذا الشريان لما ينفجر معناها نزيف، معناها نسبة الوفاة ترتفع إلى 80% وأكثر من 80%. وعادة بيكون عندهم ألم قوي، ويكون عندهم كلاف، يحصل لهم فقد الوعي، وهذه مرحلة متأخرة جدا جدا. احنا ما نحب نشوف مرضانا في هذه المرحلة، دائما بنحاول نعالجهم بكثير قبل ما يصل هذه المرحلة. طيب بس عشان عندنا اتصالات دكتور، فنحاول ان شاء الله نجاوب على أسئلة المستمعين. عندنا اول واحد طبعا عادل، تفضل اخوي عادل. مساكم الله بالخير وعلى السادة المستمعين والمستمعات في هذا المنبر الإذاعي الراقي والجميل. حياك الله، مرحبا بك. الله يسلمك. أعاني كل 10 أو 15 يوم من تنميل في خنصر القدمين، سواء كنت أمشي أو كنت جالس أو في المكتب أو حتى إذا استيقظت من النوم، لكن ما يتكرر إلا مرة كل 10 أيام. انت هذه الاعراض اللي انت زي ما قلت، انا يعني دائما الاعراض لازم نفرق هل هي اعراض من الاورده الشرايين او من الاعصاب، يعني في الاعصاب احنا دائما بنهملها. الالم تصلب الشرايين في العاده بيكون مع الحركه ومع المشي، ويكون كونستنت، يعني دائم تمشي 100 متر 200 متر بيحصل لك الالم. اما الالم اللي يجي كل 10 ايام في العاده غالب، وانه تنميل عفوا، هذا في الغالب مفش بيكون من الشريان زي ما قلنا، او تصلب الشرايين، نقص ترويه او نقص الترويه. هو نقص الترويه لازم يكون عنده سبب يعني، لكن في النهايه لازم يكون في كشف سريري، يعني نشوف كيف الشرايين هذه. بالكشف العادي ممكن نعرف، يعني من غير اي فحوصات ثانيه ممكن بالكشف السريري نقدر نعرف انه كيف الترويه الدمويه في الاقدام في القدمين يعني. وبعد كده ممكن نعرف انه اوكي هذه المشكله مش مشكله تصلب شرايين او ما في دفن في الشرايين. ممتاز. طيب عندنا كمان، يعطيك العافيه، شكرا لك اخوي عادل. الان عندنا خالد بوزير، تفضل. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. والله دكتور انا اللي عندي صديق له ما شاء الله سنتين قاعد في البيت، جاله جلطه وجاء وقاعد في البيت رجوله انتفخ، رجلينه الاثنين انتفخوا. طيب دكتور، الآن يعني في الختام كذا نبغى نناقش أبرز الأمراض الشائعة اللي بتجيكم في تخصص جراحة الأوعية الدموية بصفة عامة كذا، نأخذ نظرة عن أشهر وأكثر الأمراض شيوعا. أكثر شيء الدوالي زي ما تكلمنا عنها، بأغلب النساء يجون يشتكوا من موضوع الدوالي، إما بأعراض أو بالشكل الدوالي. تصلب الشرايين بالذات القدم، السكري هذه منتشرة جدا جدا جدا، والغرغرينة هذه بنشوفها دائما في العيادات، إن المرضى يشتكوا من تصلب الشرايين الطرفية. تمدد الأبهر بنشوفه كل فترة والثانية، بيجينا مريض، أمس في العيادة كان عندي واحد، فأحيانا بنشوف هؤلاء المرضى بتمدد الشريان الأبهر، وهذا قد في أغلب المرضى ممكن يكون تصلب تدخل جراحي عن طريق
عن طريق تركيب دعامات أو عملية جراحية اللي هي حتكون عملية كبيرة جدا. بعد المرضى تكلموا عن الجلطة وكذا، أيوة نعم، ضيق الشريان اللي هو جزء من تصلب الشرائية، ممكن يصيب أي شريان، ممكن يصيب الشريان السباتي اللي يغذي الدماغ، وهذا برضو يتطلب تدخل جراحي أو متلازمة مخرج الصدر، هذا برضو يتطلب تدخل جراحي. بس الأكثر شيوعا هي الدوالي وتصلب الشرايين الطرفية في أي مكان في الجسم يعني. طيب إذا سمحت لي دكتور، هذا آخر سؤال ودنا نجاوب عليه. الأخ الكريم يقول أنا بعض الأحيان وأنا نايم تجيني تشنجات في أطراف رجلي ويدي، ولها سنة صارت تجيني كل يوم وأتمنى تفيدني، عمري 15 سنة. هذا أنا أفتكر ما لها علاقة بالشرايين، من أعراضه ومن عمره، هذا قد تكون لها علاقة بالأعصاب، وأنا أنصحه أنه يشوف استشاري أعصاب. ممتاز. طيب ختاما دكتور أنا أشكرك جزيل الشكر على تواجدك معنا وإعطائك الوقت، إعطائنا الوقت الثمين، فشكرا جزيلا لك دكتور. الله حييك أستاذ سعيد، وتشرفنا بهذه الحلقة، وإن شاء الله نكون قدمنا مادة مفيدة للأستاذ المستمعين. ربي يبارك فيك يا دكتور، أشكرك، أشكر مستشفى دكتور سليمان الحبيب على إتاحة هذه الفرصة لوقت سعادة الدكتور عمر عبد القادر استشاري جراحة الأوعية الدموية، وشكرا لكم أنتم مستمعين الكرام على استماعكم لهذه الحلقة. اللي حاب طبعا يطلع عليها من جديد طبعا يشوف الأسئلة اللي طرحناها والأجوبة الخاصة فيها من سعادة الدكتور عمر، تقدر تدخل على حساب الإذاعة في اليوتيوب، اكتب في محرك البحث الخاص بيوتيوب إذاعة ألف ألف أو برنامج طبابة ألف أو سعيد حنتوش، كل هذه المؤشرات البحث حتوديك لبرنامج طبابة، ادخل وشوف جميع الحلقات الخاصة ببرنامج طبابة، أكثر تقريبا من 100 حلقة قدمت من برنامج طبابة في السنة الماضية وهذه السنة، فتقدر تطلعوا عليها وتشوفوها وتتعرفوا على الأعراض والمشاكل وكل خلينا نقول الأمور الخاصة بالأمراض اللي ناقشناها في حلقات برنامج طبابة. أخيرا بس حاب أذكر جميع المستمعين الكرام يتابعونا على حسابات الإذاعة ألف ألف FM، وما يمنع طبعا تمر على حسابي الخاص وتتابعني. يعطيكم العافية، نشوفكم إن شاء الله الأسبوع القادم، مزيد من الحلقات، مزيد من المعلومات الطبية، ومزيد من الضيوف المتخصصين في مختلف المجالات الطبية. نشوفكم على خير إن شاء الله، استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.